السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونين بألف خير وصحة وسلامة يا رب. اليوم حبيت أقدم لكم معقم للإيدين ومعقم للحمامات تكرموا وللمطبخ بصورة عامة، فخلينا نشوف شنو نحتاج من هذه المواد. بالبداية راح نستخدم معقم للإيدين، هذه راح يفيدنا إذا طلعنا برا البيت وداخل البيت أيضا. راح أستخدم هذا الوايت أو المناديل اللي تكون منظفة للأطفال، هذه خاصة للأطفال. هذه هي تجي بها بس مي، يعني بس مي تكون رطبة وسعرها أيضا رخيص ومناسب. هسا هذه راح نستخدمها كمعقمة، هسا هي بس تحتوي على مي تنظف الأطفال. وأحتاج أيضا السبيرتو أو الكحول المعقمة، هذه نسبتها 70%. أي شيء راح تلقونه متوفر عندكم 91% أو 70% كله يشتغل. هسا ما راح نحتاج مي مباشرة، هي مثل ما قلت تحتوي على مي، فراح نفرغ كمية من الكحول أو السبيرتو. هذه الطريقة جربتها وناجحة ونقدر نستخدمها للتنظيف، نعقم بها ايدينا خصوصا اذا كنا برا البيت للمسواك. هذه الطريقة الاولى. هسه راح نستخدم الجل، راح نحتاج جل الصبار، هذا ينباع على شكل علب صغار هناك موجود بالبلاد العربية، وهنا موجود هذا شكله الاوليفيرا الصبار. راح ناخذ من عنده قسم، وايضا راح نحتاج السبيرتو وياه، ونحتاج علبه فارغه حتى ناخذ من الصبار. بسم الله، هذه الكميه اللي فرغتها من جل الصبار، والباقي راح نخلينا السبيرتو. نحاول نخلطه، راح يصير عندنا معقم للايدين جاهز. وهذه ايضا معقم للايدين تتخلى بالجنر، نقدر نستخدمها برا البيت، همينه تكون حجمها صغير، علب هيجي نفرغها اذا متوفر عندكم هذه العلب. هذا الشكل صار عندنا معقم للايدين، نقدر نعقم بألعاب الأطفال، نقدر نعقم بإيدينا، نقدر نعقم بكل شيء. أيضا عندي الطريقة الثانية، راح أستخدم نفس المحارم هذه أو المناديل المبلولة مالت الأطفال، هاي مثل ما تشوفون بيها نسبة مي 99% وتحتوي على عطر أيضا نفس الوقت. هذه هي ما راح تنقطع إن شاء الله من السوق، لأن جدا مهمة بالنسبة للاستخدام اليومي للأطفال، فراح تلقوها وسعرها أيضا مناسب. هنا راح أحتاج الكلور أو البليج، راح أستخدم طبعا نص أو 3/4 كمية مي والباقي الكلور نخففه. وهي أيضا تحتوي على مي، فراح أفرغها هنا وأقدر أستخدمها مثل ما قلت للتعقيم المطبخ والحمامات. هاي مثل ما تشوفون امتصت هذه المناديل كل كمية المي والكلور اللي موجودة، أصبحت جاهزة للتعقيم، يعني نعقم بها الأغراض. نعقم بها أتمنى تعجبكم هذه الطريقة وتستفادون من عدها، لأن أنا كثير استفاديت من عدها وخليت بكل حمام من هذه المناديل الورقية الرطبة. ولا تنسونا باللايك وشير الفيديو بين الأصدقاء.